عظمة التحكم في العظام. يوفر الأنيم ستوديو إمكانية التحكم في العظام من خلال عظمة أخرى، وتشمل التحكم في التدوير والتحريك والتعليم. أمامنا 5 عظام، وحنجعل هذه العظمة تتحكم في حركة هذه العظام الأربعة. نبدأ أولا بالتدوير، نحدد الأربع عظام ونفتح قائمة القيود، ومن قائمة التحكم في الدوران أنجل كنترول بون نقيد تدوير هذه العظمة بالعظمة B5 ونترك قيمة التدوير 1 لتدور بنفس النسبة. نحرك المؤشر لإطار أكبر من الصفر وندور العظمة فتدور معها العظام بنفس المقدار. نظل العظمتين دول ونعكس التدوير بقيمة -1 فيتم التدوير في الاتجاه المعاكس. ويمكن زيادة أو تقليل نسبة التدوير بتغيير القيمة 1 لقيمة أكبر أو أقل. أمامنا سلسلة عظام، نقيد تدويرها بهذه العظمة. أمامنا ساعة، ونريد تقييد دوران عقرب الساعة بعقرب الدقائق بمقدار 1/12. نفتح الآلة الحاسبة ونقسم الرقم فتظهر النتيجة 83,000. نضيف الرقم في قيد هذه العظمة، وعند تدوير عقرب الدقائق يدور عقرب الساعة بشكل سليم. النوع الثاني يتحكم في التحريك. نظلل هذه العظام ونضيف لها قيد الحركة Position Control Bone، ونجعل نسبة الحركة الأفقية والرأسية بمقدار 1. نجرب التحريك فتتحرك العظام بنفس المقدار. نحدد عظمتين ونعكس تحريكها بمقدار -1 فتتحرك في الاتجاه الأفقي المعاكس. نحدد عظمتين ونعكس تحريكها الرأسي بمقدار -1 فتتحرك في الاتجاه الرأسي المعاكس. ويمكن تطبيق هذه العظام على حركة العين والحواجب. النوع الثالث يتحكم في التحجيم. نحدد عظمتين ونخلي التحجيم بالقيمة السالبة فيحدث تحجيم معكوس. في هذا المثال هنخصص تقييد هذه العظام بقيم مختلفة ومتصاعدة. نجرب التحجيم فيظهر بشكل متصاعد. ولمشاهدة التطبيقات على الدرس يمكن متابعة هذا الرابط وما يستجد من روابط.